نظم حزب حماة الوطن بمحافظة الاسكندرية مؤتمرا جماهيريا للاعلان عن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعوته لاعلان ترشحه لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية والمشروعات القومية. واشاد المؤتمر حضورا كبيرا لممثلي القبائل العربية والبدوية بغرب الاسكندرية ومطروح للاعلان عن دعمهم للرئيس السيسي مؤكدين اهمية المشروعات التي تمت بمناطق القبائل. مؤتمر جماهيري حاشد نظمه حزب حماه الوطن بمحافظه الاسكندريه للاعلان عن دعم ودعوه الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعلان ترشحه لفتره رئاسيه جديده لاستكمال مسيره التنميه والمشروعات القوميه وتحقيق رؤيه مصر 2030 وذلك بحضور عدد كبير من قيادات واعضاء اللجان المختلفه بالحزب بالمحافظه. اليوم نجتمع لهدفين لا ثالث لهما. تأكيد التكليفات ومراجعه تنفيذها والحرص على تطوير الاداء. اما هدفنا الثاني هو تأكيد الحزب على دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي لفتره رئاسيه جديده. النهارده المؤتمر بياتي في وقت حرج وحساس وياتي المؤتمر لمراجعه القواعد التنظيميه والاجراءات التنظيميه التي اتخذها الحزب لدعم السيد الرئيس في انتخابات الرئاسه. وبالتالي هناك مراجعة للحزب ولكوادر الحزب وللكوادر التنظيمية لتأييد هذه المبادرة اللجنة بتعتزم في الفترة المقبلة نشر الوعي والثقافة التي من شأنها أن ترفع من ذوق المواطن المؤتمر شهد أيضا الإعلان عن خطة الحزب بالمحافظة في الاستعداد لحملة انتخابية لدعم الرئيس السيسي وتوعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتوضيح أسباب ورؤية الحزب في دعم الرئيس السيسي حيث أكد الأعضاء على أن هذا المؤتمر يأتي تأكيدا على جهود الرئيس بتحقيق الأمن والاستقرار ودعم المبادرات التي نقلت المواطنين نقلة نوعية في المشروعات المجتمعية المختلفة حزب حماة الوطن طبعا داعم رئيسي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما أنجزه من مشروعات وحطنا على مصاف الدول بالمشروعات اللي احنا كنا شهود عيان عليها الحقيقه احنا ده مؤتمر تنظيمي لحزب حمايه الوطن لدعم ان احنا نعلن تأييدنا ودعمنا لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وحزب حمية الوطن من أول الأحزاب اللي كان دورها واضح وعن دعمها للسيد الرئيس المؤتمر شهد حضورا كبيرا لممثلي القبائل العربية والبدوية بغرب الإسكندرية ومطروح للإعلان عن دعمهم للرئيس السيسي مؤكدين أهمية المشروعات التي تمت بمناطق القبائل إحنا جينا النهارده داعمين في خمسة الرئيس بكل ثقة وبكل حب لانه طبعا سياده الرئيس طبعا اللي عمله في مصر ما اتعملش نهائيا ولا كان حتى اساسا انه يتعمل ولا بعد 100 سنه لكن سياده الرئيس طبعا بكل قياداته الحكيمه فالحمد لله رب العالمين مصر يعني اتغيرت جدا احنا يعني بندعم الرئيس يعني اول احنا بالنسبه لنطاق غرب الاس... غرب الاسكندريه اللي هي نطاق الجغرافي يعتبر ما بين محافظه مطروح ومحافظه اسكندريه فاحنا بالنسبه لنا اه الوضع مع سياده الرئيس اتغير 180 درجه بالنسبه للخدمات عندنا من تطوير الوحدات الصحيه ببناء المراكز الشبابيه في مدينه برج العرب وفي منطقه ابو صير خاصه المشاريع القوميه اللي الموجوده عندنا حاليا في الساحل وان شاء الله هتتيح فرص عمل كتير جدا للشباب. المؤتمر ياتي ضمن سلسله لقاءات جماهيريه يعقدها حزب حماه الوطن بالمحافظات لتعريف المواطنين بالانجازات التي قدمها الرئيس السيسي من اجل بناء جمهوريه جديده تستهدف مصلحه المواطنين مع تنظيم زيارات ميدانيه للوصول لكل المواطنين لحثهم على المشاركه في الاستحقاق الانتخابي القادم. محمود جميل التلفزيون المصري